أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الحنفية بالنسبة للقليل الذي لا يسكر يفرقون بين ما صنع من العنب وغيره، أما أن ما لا يسكر قليله ليس بحرام عندهم سواء كان من العنب أو غيره؟ لا، هم مجمعون مع الجمهور على أن خمر العنب حرام قليله وكثيره، ومختلفون مع الجمهور في القليل من غير الخمر الذي لا يسكر. القليل الذي لا يسكر هل يحرم أو لا؟ عندهم ما يحرم، لأن العلة عندهم هي الإسكار، وهذا ما يسكر وليس هو من العنب فلا يدخل في الخمر عندهم. أشك أن هذا مذهب مرجوح. نعم.